لازم حجة الأرض يا حاج، بس إن شاء الله موضوع خلصان. السلام عليكم. تقعد تزن في دماغي والله يا عمي، أبيع شقتي في دار السلام ونصيبي في الكام تاكس اللي أنا مشارك فيهم ده، هنا أشتري حتة أرض أبني عليها بيت صغير وأعيش أنا ومراتي وابني في راحة سر. عيشة بس صعبة في القاهرة. والله يا ولدي هتنورنا هنا، بس أنت هتقدر على عيش أحدانا وأنت عايش عمرك في البندر؟ ومرتك، مرتك دي ما هي بندرية برضك. والله ده اللي بيحوش الواحد يا عم، مع اني لو قلت لها هتنفذ وكمتي اللي هتمشي احنا صعيدة في الاول وفي الاخر، بس بقول لها انا ماهد معاها. الفكرة ببالي من ساعة ما ابويا جالي في الرؤية بعباية فراني، قال لي يا ولدي اهلك وبلدك، الغربة زادت وطالت. من يومها والفكرة ببالي ما بتروحش يا عم، وعايز اقنع مراتي. قلت ازغل العنان، انت عارف النسوان تعز القرش. قلت لها بنت ما يمكن حتة الارض اللي ناخدها نلاقي تحتها حتة اثار، البيت يطلع تحته مقبره ونعدي زي الناس اللي عدت. قالت لي طب ويا فالح الصعيد كله قاعد مستنيك انت اللي تلاقي له حته الاثار، طب وفرضا لقيتها هنبيعها ازاي؟ مرتك عندها حق، بلدنا خلاص اللي لقي حاجه لقاها من زمان وربنا فتح عليها. وانت شفت حد من له حاجات بجد دول يا اسلام؟ اوه احدان اربع خمس بيوت فلوسهم كلها من التجاره في اللي لقوه في ارضهم وتحت دورهم. أنا أعرف إن الحكومة مشددة أوي هنا، زاد في البلاد اللي لقوا فيها آثار قبل كده. سكة أبو زيد كلها مسالك، واللي هيلقى حاجة مش هيغلى بيصرفها. عندك حق. خلاص بقى يا ماهر، ما تفتحش معايا السيرة دي، إحنا ما صدقنا ربنا هداه والتفت لأكل عيشة. شغال في إيه دلوقتي يا إسلام؟ أنا ساكن في القاهرة قاعد في أكتوبر، وبشتغل دلوقتي في المجولات. بس واضح من كلامك كده إن أنت بتعز الآثار أوي، مركز فيها زيادة عن اللزوم زي ما بيقول عمي. بقاله سنين يجري ورا الحفارين والمهربين، لا حصل الابيض ولا اسود، لحد ما ربنا وفقنا ولقينا له شغلانه زينه مع اولاد عمه في مصر. مش احسن من راحه البال؟ هو دلوقتي ما بيجيش البلد غير بالضالين، بعد ما كان ما بيطيق يشوف راجها. الله يرحمك يا بابا، قالها لي وفي ايده سبحته الالف حبه، كله يلف ويرجع لبلده. لو انت رايي صح يبقى ندور لك بصحيح على ارض ودار. يا عم ما تتعبش نفسك، دي تربيه دار السلام. هو مرته عيشه هنا كيف؟ هي سهله كده؟ ده بس بيسهلكم في الكلام. هو حر.